سؤال لو سمحت. تفضلي. هل الإنسان لو مات وهو في الإحرام، يعني لما بيتكفن بيتكفن بنفس اللبس ما بيتحطلوش تاني؟ نعم. معلش بس عايزة إجابة على السؤال. الإحرام ممكن يكفن فيه، وممكن يكفن بثوب لكن لا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه خاتمة خير بفضل الله في علاه، يبعث يوم القيامة على التلبية. نعم ماشي، جزاك الله خير. تحت أمرك، تحت.